معنا مداخلة من الطالبة، مش عايزة أقول طالبة الثانوية العامة اللي هي جابت صفر وهي القضية المعروفة إعلاميا، لكن عايزة أقول الطالبة المتفوقة مريم ميلاد زكري. هي طلبت أنها تعمل مداخلة لبرنامج عسل أبيض، وكانت متابعة قبل كده أن احنا وجهنا لها كل الدعم في قضيتها. خلينا نتواصل معاها ونقول ألو. ألو 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 يا مريم، إزايك؟ الله يسلمك. أخبارك إيه؟ كويسة؟ تمام الحمد لله. الحمد لله، نشكر ربنا جميعا. قولي لي يا مريم، إيه آخر التطورات في قضيتك؟ أعتقد إنه مفروض كنت مستنية قرار النيابة فيما يختص بإنهم يشوفوا خطك ويقارنوه حاجات زي كده، فقولي لي إيه آخر التطورات من فضلك؟ هو آخر ما وصلنا لين استكتبوني يوم السبت اللي فات دوت، هو يوم السبت والاثنين في عند خبير الخطوط. تمام. ولغاية الآن ما وصلتش أي نتيجة، ولسه راجعين حاليا من أسيوط، كان أخويا وحد تاني معايا، يعني سأل النيابة عن أي خبر عن نتيجة الطب الشرعي، قالوا له لسه ما وصلناش أي حاجة لغاية الوقت. تقريبا من ساعة ما حصلت المشكلة دي لحد دلوقتي فات قد ايه وقت يا مريم؟ من ساعة ما حصلت المشكلة ديت واكتشفت ان اللي حصل دوت بالزبط. هو كان من يوم 14/7، من يوم النتيجة اصلا لحد دلوقتي نفسي جايبة، يعني احنا داخلين في شهر تقريبا كده في شهر. طيب ايه اللي انت طالباه مننا يا مريم من خلال مداخلتك لينا في برنامج عسل ابيض؟ يعني ازاي نقدر ان احنا نساعدك ونقدم لك، يعني طبعا الدعم المعنوي ده مهم جدا طبعا وكلنا بنتمناه، انما يعني الدعم المعنوي لا يكفي، مهم قوي يكون في شيء او خطوه بنقدمها لك علشان نساعدك في قضيتك انك توصلي للحاجه اللي انت عايزاها، للحقيقه اللي انت عايزاها وللتقدير اللي انت مفروض انك انت تتلقيه بناء على المجهود اللي قدمتيه السنه اللي فاتت والسنه دي. فايه اللي طالباه مننا بالظبط؟ انه نناشد مين علشان نحرك الحاجات اللي هي ايه بتاخد فترات طويله جدا، لانه فترات الطويله دي ممكن ايه العدل يعني يروح فيها، فعايزين نسرع شويه. فطالبه مننا ايه يا مريم؟ انا طالبه بعد نتيجه الطب الشرعي كده ان شاء الله، يعني طالبه ضمان دخولي الكليه اللي انا عايزاها، لان انا بسعى لها من زمان، اللي هي الطب، مش كده؟ انت من احلامك انك انت تدخلي كليه الطب. تمام. فانا بسعى لها من زمان، فانا عايزه الضمان بعد نتيجه الطب الشرعي، ضمان ان انا ادخل الكليه اللي انا عايزاها ديت، لان يعني التنسيق خلص، فالخوف ان انا اروح اقدم وعميد الكليه او الناس المسؤوله هناك في الكليه ترفضني، طبيعي ده بعد التنسيق. طيب القرار في ايد مين؟ يعني نخاطب مين؟ وزير التربيه والتعليم؟ طب انا عايزه اوجه بس رساله بسيطه لوزير التربيه والتعليم. اتفضلي. هو طبعا وزير التربيه والتعليم هو مش بس دوره كانه وزير، هو اب لكل طالب وطالبه مصريه. اكيد. طيب فهو يعني كان من المفروض يعني هو يبقى اكبر مسؤول واكثر مسؤول يقف بجنبي ويقول لي ان انا هاخد لك حقي. ده كان من المفروض. تمام. لكن حصل العكس. ان هو يعني جال قرار، وهو لغايه دلوقتي يعني القرار ده اساسا مش مظبوط، ان هو جال ان مريم قارنا خطها بورق السنه اللي ورق السنه اللي فاتت بالورق اللي هو المنسوب الي دوت. تمام. وقال ان في حروف متشابهه، هي اللام الف والميم وحروف كده، يعني كلام لا يقبل بصراحه. تمام. وهو يعني كان من المفروض ان هو ينتظر نتيجه النيابه، يعني النيابه هي لغايه الوقت لسه ما اتكلمتش. طيب احنا بنناشد النيابه انها تسرع في اصدار قرارها، وبنناشد وزير التربيه والتعليم ان هو يعني ينزل العدل، يعني يجيب لك حقك، لانه بالمقارنة بالسنة اللي فاتت مش معقول واحدة تكون جايبة، أنا فاكرة الرقم اللي أنت جبتيه 252 ونص من 260، فلا يعقل إنه حد عامل مجهود رهيب كده وجايب في تانية ثانوي إنه يكون بقى في السنة الفيصل يجيب صفر، يعني حتى مش مقبولة. بالظبط كده، مش مقبولة ومش معقولة يعني. فإحنا بنناشد من خلال عسل أبيض وزير التربية والتعليم إنه هو يسرع بانك تجيبي حقك وانك تدخلي الكليه اللي انت بتتمنيها. اشكرك على مداخلتك يا مريم، وان شاء الله نحتفل بيكي قريب وانت داخله كليه الطب.